محمد، قبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير إلى أن عناصر مسلحة من حزب الله تطارد الكاتب رامي ألايق في شوارع بلدته يحمر شقيف في الجنوب، بعدما قرر زيارة البلدة عقب مؤتمر صحفي عقده ظهرا. ماذا في تفاصيل المؤتمر أولا؟ ضاقت به نقابة الصحافة ورضخت إلى ضغوط حزب الله، فذهب إلى فندق في الأشرفيه. خاف الفندق فحمل عشرات الصحفيين إلى منزله. اتركوه يدخل البلدة، لكن لن يخرج منها حيا، ونحرق من معه ونعلق جثته في الهواء. وإذا كان دمي بده يكون هو الوسيلة ليوقف هالنزف، فيا هلا بهي خطوة. قليلون جاءوا إلى المنزل، قليلون تعاطفوا وتضامنوا، وقليلون لم ترهبهم التهديدات. ثم من ظهور على برنامج أخير على كلام الناس، لم أكن المبادر، هن اللي بادروا وهن اللي تعهدوا، ولكن للأسف تراجعوا كليا. وبزيارة يحمر اللي بيرعاها الدستور، دستور لبنان بالدرجة الأولى، هل أصبح دستور لبنان ينص على أن لبنان دولة جهادية ليس لها حدود جغرافية محددة؟ كان رامي يتحدث بصوت مخنوق، بصوت من هو على شفير الموت، لكنه لا يريد أن يتراجع، أو ربما لا يعرف كيف يتراجع. رب قائل أنه الظرف غير مؤاتي وهلأ الوضع عم يغلي، وجوابي هو أنه لا، هلأ الظرف إذا في 100 قتيل ومئات الجرحى وما إلى هنالك، لازم نوقف مشان ما يصيروا 200 و300. مش بس توقف القصة عند هون، ننزلق بقاتون فتنة مذهبية طائفية. خلوا القيمين والمخلصين ينهضوا وينتفضوا من الداخل بوجه القادة، بعض القادة المتهورين في الحزب الذين باعوا قضيتنا وقضية الشيعة وقضية لبنان وكل ما أنجزناه لمجموعة من السياسيين الإيرانيين الذين لا يقرأوا لا لبنان ولا تفاصيل المجتمع الشيعي ولا اللبناني بإطار مشروعهم الكبير. وللاطلاع على تفاصيل ما يجري مع الكاتب رامي ألايق ننتقل إليه مباشرة عبر الهاتف. رامي، يعطيك العافية، ما هي حقيقة ما حصل معك، وهل صحيح أن والدتك وشقيقك باتا محتجزين؟ أولا لا، مش محتجزين، عفوا، في سيارة، إيه مش محتجزين، ولكن أنا معليش بعدني تحت الصدمة للأسف. أنا نجوت بفضل والدتي من قتل محتم. اللي صار هو عمل عسكري مخابراتي بامتياز. كان هناك، بدي أحكي هيدا الجزء الأساسي، كان في مجموعة من الصحفيين المخادعين المفترضين اللي حاولوا استدراجي إلى منطقة أول الضيعة، بس وصلت حيث نصب كمين محكم هناك بعدد من السيارات والعسكريين. وقفت أمي أماني بعد خروجها من الضيعة وطلبت مني الاستدارة بالسيارة فورا. الله ألهمني بهيدي اللحظة أني استدير، مع أني ما كنت عم بسمع بالأول. وعند الاستدارة إذا بسيارة فان أبيض وسيارة جيب مفيمة ببادروا لقطع الطريق بالعرض. لقيت فسحة، دغري استوعبت الموقف، لقيت فسحة على التراب والحجارة للخروج من جانب الفان. نزل مسلحين من السيارة الثانية وحاولوا يوقفوني، فرعت بأقصى قوتي لتخطيتهم ولزمت من هيدا الكمين أو أول الكمين، كان أطرافه تمتد إلى ما بعد الكوع. يمكن فرقت على 10 ثواني أني لاقي والدتي بهيدي اللحظة، وإلا لو قدمت لقدام ما كان في مطرح دور السيارة وكانت صرت في عداد الأموات. أنا مصدوم لأنه لم أتوقع أبداً أن تصل بهم الأمور إلى هذا الحد. دفعوا بناس ليفوتوا بوساطة من أجل التهدئة، وأنا خطيت خطوة بعدم اصطحاب أحد من الإعلاميين معي وبالذهاب حتى بدون مواكبة قوى الأمن والجيش اللبناني. وهون بقول أنه كان في مجموعة من قوى الأمن والجيش على أساس تواكبني
لكنها انسحبت بالكامل، وحملتهم وبحمل الدولة اللبنانية مسؤولية أمن المواطنين. أنا مواطن عم روح بقضايعتي بالدرجة الأولى، واللي صار إنه هاللحظات القليلة اللي وجدت فيها بمواجهة أمي وفرت علي إني روح على طريق ضيقة ما فيها مجال للاستدارة، وكانت الأمور رح تتحول إلى مجزرة مثل ما عم بحكي، لأن اللي شفته رجعني إلى أيام مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والعملاء، ونفس الطريقة اللي كنا ننصب فيها الكمائن للإسرائيليين واللحديين. أنا ما شفت مجموعة شبيبات وزعران عم تتصرف بعفوية، أنا شفت كمين عسكري محكم، وأنا جدا أشعر بالصدمة وبالمرارة كون هيدي الطاقات اللي نحن قاومنا فيها الإسرائيليين وطردناهم بمعجزات كبيرة عم تتحول لقتل شخص بعده من قلبهم وبعده حريص على المقاومة أكثر منهم، ويحاول بدمه أن يوقف الانزلاق الخطير للشيعة أولا وللبنانيين ثانيا إلى هذا الأتون. نعم، نتيجة الأمر أنت صاحب رأي ولك حق إبداء رأيك في هذا البلد الديمقراطي. على كل حال الحمد لله على السلامة صاحب الرأي الكاتب رامي عليق، شكرا جزيلا لك.